اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد نعصر فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والدوليه ونبدا من اهم العناوين. جاء في لوفيغارو الفرنسي الانسحاب الامريكي من العراق يطرح مشكله بقاء القوات الامريكيه في سوريا. نطالع في المدى فصائل مسلحه تستغل المنابر الدينيه للترويج المبكر عن مرشحيها في النجف وكربلاء. ونطلع في الزمان المركزي أموال العراق محصنة بقوانين أمريكية. جاء في عربي 21 سعيد يعلن إعفاء مسؤولين كبار ويصر على حظر تجوال بتونس. نتصفح في العربي الجديد لقاح كورونا خارج أولويات العراقيين. ونطالع في بطون ما نشرت بوليتيكو 900 جندي أمريكي باقون في سوريا إلى جانب قسد. وفي العرب اللندنية صفقة بايدن الكاظمي تتيح للولايات المتحدة الحفاظ على موطئ قدم لقواتها في العراق. أهلا بكم. انسحاب القوات الأمريكية من العراق وتقطيع الأذن تقول الكاتبة هيفاء زنجانة هل هناك حاجة إلى تذكيره بأنه مسؤول عن تنظيم عمل الوزارات بما يتماشى والوضع العام من أجل وضع الحلول المناسبة وحل القضايا العالقة؟ وهل هناك ما هو أكثر إلحاحا من القضايا ذات العلاقة باستمرار الحياة بشكل طبيعي ووضع حد تماما لسقوط الضحايا المتزايد اغتيالا أحيانا كما يحصل لمئات المتظاهرين والناشطين وحرقا كما في مستشفيات المصابين بالكورونا وتفجيرا كما في ضحايا مدينة الصدر ببغداد أخيرا؟ وهنا نتساءل أخيرا كيف انتهى العراق برئيس وزراء لا يعرف معنى مسؤوليته الوظيفية؟ وإذا ما نظرنا إلى صورة العراق الأكبر وعلاقته بقوات الاحتلال والعالم المتشابكة والمتغلغلة بمآسي الحياة اليومية، كيف انتهى العراق برئيس وزراء يتعامل مع الأحداث وكأنه رئيس منظمة غير حكومية، ومع ذلك سيفاوض باسم العراق حول واحدة من أهم الاتفاقيات، وهي الاتفاقية الاستراتيجية وانسحاب قوات الاحتلال الأمريكي، ما يستدعي المقارنة النوعية مع شخصيات الوفد الفيتنامي المفاوض للغزاة الأمريكيين والجزائر المفاوض للمستعمر الفرنسي في ظل الغموض المحيط بتفاصيل الاتفاقية ولا سياسة حكومة مصطفى الكاظمي. وتفاوض حول انسحاب أي قوات احتلال هو موقف وطني لا خلاف عليه، باستثناء أن واقع الحال مغير تماماً كما تدل تصريحات الكاظمي ووزير خارجيته المتناقضة مع بيانات قادة الميليشيات والعشائر وتصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية، ما يثير الشكوك والالتباس حول أبسط المفاهيم كالوطنية والاحتلال والمصالح المشتركة، بالإضافة إلى حقيقة ما يتم الاتفاق عليه. تحت مسمى الشراكة الناعم سيبقى إذن الوضع كما هو تقريباً إلى أجل غير مسمى تحت الوصاية الأمريكية الإيرانية مع تعديلات في نسب ومجالات المشاركة والصراع. إذا كان الكاظمي يحاول استغلال مشاعر الميليشيات المدعومة إيرانياً الأقوى من القوات الأمنية والجيش والتي هددته إحدى فصائلها بأن الوقت مناسب جداً لتقطيع أذنيه كما تقطع أذان المعز، فإن لمحاولته حدوداً لا يستطيع تجاوزها. العراق وما أدراك ما العراق. الإدارة الأمريكية طبعا لن تتخلى بسهولة عن بلد لديه ثاني أكبر احتياطي نفط في العالم ويمكن الوصول إليه بسهولة ويقع في المنطقة الرئيسة المنتجة للطاقة في العالم، حيث يعتبر حلبة للمساومة مع إيران بصدد السلاح النووي. وكما نوه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في مؤتمر صحفي أن الشراكة مع العراق أكبر بكثير من الحرب ضد داعش. في نفس الموضوع كتب ماجد السامرائي في صحيفة العرب اللندنية هذه المرة، حيث يقول إن لقاء جو بايدن ومصطفى الكاظمي في البيت الأبيض مؤخرا يكشف أن كليهما
يحمل ازدواجية المواقف والقرارات. بايدن يعيش اليوم مأزق تلك السياسات التي ترتد على الولايات المتحدة، وهو يريد عودتها إلى مكانتها الأولى في العالم، وأولوية معركتها هي مع الصين كذلك، لكنه بدلا من ذلك يجد نفسه يدعم بلدا أيديولوجيا هو مع إيران، الخصم الرئيس للعالم الحر. حمل الكاظمي معه في سفرته إلى البيت الأبيض عراقاً ضعيفاً مفككاً تسيطر عليه الميليشيات بسلاحها الذي أصبح متنوعاً من الدرونز حتى البندقية غير القادر على ضبطها، وإن حاول يحاصر في مكتبه بالمنطقة الخضراء. عراق رغم موارده النفطية العالية لا تسد عائداته الرواتب والديون، وغارق في الفساد والأمية والبطالة، لن تتمكن كلمة الكاظم المحفوظة مهما تفنن في إخراجها أمام بايدن من سد الخرق الكبير وحافة الهاوية التي وصل إليها، والتي لم يعد سببها غامضاً لرجل الشارع في بغداد والناصرية وكربلاء والبصرة. الكاظمي يعلم في قراره أنه جاء إلى البيت الأبيض لا يحمل مطلباً عراقياً، بل يحمل مطلباً نيابة عن بلد جار عبث نظامه ببلده العراق، وشع الفوضى عبر وكلاء يقبضون أجورهم من قوت شعب العراق وليس من المستفيد الأول. مطالب العراقيين الحقيقية هي الدفاع عن أمنهم وحياتهم من العابثين المغامرين، هم في صراع مع قوى تملك السلاح والنفوذ، ورئيس حكومتهم غير قادر على حمايتهم، لهذا من حقهم طلب العون من الخارج. كان الأولى بالكاظمي نقل هذه الرغبة العراقية وليس العكس. جاء الكاظمي إلى واشنطن وقابل الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي سبق أن تعامل مع الملف العراقي وعرف الجيل الأول من قادة الأحزاب، حيث قدم أسوأ مشورة لأستاذه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والمشورة التي قادت إلى ارتماء العراق تحت النفوذ الإيراني. لقاء البيت الأبيض هذا مزق أوراق الكاظمي وأنهى حلمه للبقاء في السلطة، لأن الحرائق تحيط به من كل زاوية. الكاظمي يعتقد أنه بعد عودته إلى بغداد سيتخلص من المأزق الذي وضعته فيه الميليشيات. في السيناريو المصنوع مسبقاً في طهران تحت عنوان محاربة الاحتلال وإخراج القوات الأمريكية، الميليشيات لن تقبل إطلاقاً بأنصاف المطالب، أي بقاء القوات بعد تغيير عناوين وظائفها، وستظل المعركة حامية معه إلى حين انتهاء مسؤوليته كرئيس للحكومة أو إخراجه منها ربما، إذا ما توقعنا عدم حصول الانتخابات في وقتها المحدد أصلاً في أكتوبر المقبل. تحت عنوان المغادرة المزيفة للقوات الأمريكية، توقفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية في تقرير لها بعددها الصادر اليوم الأربعاء عند إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام الجاري مهمتها القتالية في العراق، لتباشر بعد ذلك مرحلة جديدة من التعاون العسكري مع هذا البلد المهم. أشارت الصحيفة إلى أن نحو 2500 جندي أمريكي الذين ما يزالون ينتشرون في العراق منذ عام 2014 في إطار التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة سيركزون على تدريب القوات العراقية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع بغداد، وقد تم سحب معظمهم في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. واعتبرت الصحيفة أن إعلان بايدن هو خطوة شكلية من شأنها أن تسمح لرئيس الحكومة العراقي التي أضعفت في مواجهة الميليشيات القوية بتعزيز موقفه قبل أقل من 3 أشهر من الانتخابات التشريعية التي ما يزال إجراؤها غير مؤكد. وقالت لفيغارو إن انسحاباً عسكرياً أمريكياً كاملاً من العراق من شأنه أن يطرح مشكلة الإبقاء على القوات في سوريا المجاورة، فحتى إن كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن بذل جهود لتحقيق الاستقرار في سوريا، فإنه من المستبعد حتى الآن حصول انسحاب عسكري أمريكي من شمال شرق سوريا ومن قاعدة التنف بالقرب من الحدود الأردنية.
لوفيغارو اعتبرت أنه حتى وإن كان جو بايدن يتفاوض مع إيران حول العودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب، فإن الرئيس الأمريكي لا يريد أن يترك المجال لطهران حيث تمتلك دعامات سياسية وعسكرية قوية. أفاد موقع بوليتيكو بأن نحو 900 جندي أمريكي سيبقون في سوريا لمواصلة دعم وتقديم المشورة لقوات سوريا الديمقراطية، بحجة أن الأخيرة هي الشريك الأهم في الحرب ضد تنظيم الدولة. يأتي ذلك رغم خطوات الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء الحروب التي لا تنتهي بإعلانه أخيرا إنهاء المهام القتالية في العراق، ومع تواصل الانسحاب من أفغانستان المزمع إنهاؤه في أيلول سبتمبر المقبل. في خضم تعدد المصالح الأجنبية في سوريا، فإن المهمة العسكرية الأمريكية هناك لها تداعيات واسعة تتجاوز بكثير قتال تنظيم الدولة كما يقول الخبراء، والأهم من ذلك توفير فحص للمصالح الروسية والإيرانية. وينقل التقرير عن ويل تودمان الزميل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية قوله إن وجود القوات الأمريكية يمنع النظام السوري المدعوم من روسيا من الوصول إلى حقول النفط والموارد الزراعية في الشمال الشرقي، ويعمل على إعاقة هدف إيران المتمثل في إنشاء ممر جغرافي يربط بين طهران ولبنان والبحر الأبيض المتوسط. وقال تودمان إن الحفاظ على القدرة على عرقلة الجهود الإيرانية لنقل الأسلحة إلى سوريا هو جزء مهم من الوجود الأمريكي هناك. وبحسب أرون لوند الزميل في مؤسسة القرن، فإنه لا توجد طريقة نظيفة وآمنة وغير مثيرة للجدل للمغادرة، ويبدو أن بايدن أوضح أنه لا يريد أن يضطر للتعامل مع الأزمات غير الضرورية في سوريا عندما يكون لديه أشياء أكبر على طبقه. الصحيفة تقول هنالك فرق مهم بين العراق وسوريا، وهو أن الشريك السوري المحلي الذي قال إنه قوات سوريا الديمقراطية تريد بقاء الولايات المتحدة جزئيا كضامن ضد هجمات الروس. جاء في الغارديان خطوات السعيد حولت دفء تونس إلى شتاء قارس. قال صحيفة الغارديان البريطانية إن الخطوات التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد لا شك أنها تحول دفء الربيع العربي إلى شتاء قارس. وصف حركة النهضة والمعارضة بشكل أساسي إجراءات السعيد بالانقلاب هو وصف يصعب على المرء ألا يتفق معه، إلا أن الكثير من التونسيين إما أنهم غير عابئين أو، وذلك هو الأسوأ، تجدهم يجرون وراء الغوغائيين والمتشددين الدينيين وأولئك الذين يكيلون المديح للدكتاتور السابق في البلاد. والسبب في أن قطعات من الناس يروق لها إما عدم المبالاة أو الأفكار المناهضة للحرية هو أن الحرية والديمقراطية في تونس لم تجلب الاستقرار السياسي ولا الرخاء الاقتصادي. بدلاً من ذلك استمر الفساد والتضخم والبطالة، ما دفع التونسيين في السنوات القليلة الماضية للخروج إلى الشوارع للتعبير عن سخطهم، وكان ذلك التعبير عنيفاً في بعض الأحيان. الجائحة كشفت عن مدى العطل الذي حل بمؤسسات الدولة التونسية، وطبقاً لاستطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء في تونس، فإن ثلث العائلات كانت تخشى في العام الماضي من نفاذ الطعام. ومع ذلك فإنه بحسب ما ورد في وثائق مسربة فقد بدت الحكومة على استعداد لرفع الدعم عن الخبز، بينما كانت تتفاوض مع صندوق النقد الدولي على قرض ب4 مليارات دولار، وهو القرض الرابع خلال 10 سنين. الصحيفة أوضحت في مقالها أن تونس كانت أول بلد يطيح بطاغوته، وكان البلد الوحيد الذي عمرت فيه الديمقراطية الحقيقية طويلاً، إلا أن الأحداث في العاصمة تونس تشير إلى أن البلد يمر بثورة مضادة. نبقى في تونس، لكن هذا ما نشرته عربي 21، الانقلاب التونسي
مستفاد من سقوط آخر الأوهام. يقول الكاتب ساري عرابي: بالرغم من أن فوز سعيد في حينه بدأ ضربة للثورة المضادة، هناك للاعتبار المذكور طبعا، إلا أن فوزه لم يكن ليعني هزيمة للثورة المضادة، وهو في ذاته دلالة واضحة على اهتراء النخبة السياسية الحزبية التونسية. قيس سعيد نواياه معلنة منذ فترة طويلة، وثمة خططا تكشفت في هذا السياق، ومحاولته الاستعانة بقوى الجيش والشرطة صريحة وواضحة، وقوى الثورة المضادة تتأهب وتدعم، والاستثارة الشعبية بما يوفر الغطاء الشعبي سهلة للاستعصاء والفشل السياسي في نفس الوقت الذي تعانيه نخبة ما بعد الثورة. يمكن عد بداية الفشل في الدستور التونسي الذي اعتمد النظام البرلماني دون أي قيود من شأنها أن تحول دون تحول هذا النظام إلى عجز سلطوي دائم، ما يعني تسهيل الانقلاب على البرلمان للعجز السلطوي الناجم عن تربص أحزاب البرلمان والشركاء ومواقع القرار ببعضهم وعوزهم إلى تسويات البينية في أكثر القرارات. ومن ثم فإن القوى الممثلة في هذا البرلمان لا سيما ذات الأغلبية ستكون في صدارة المستهدفين لكونها جزءاً من النظام، مع أنها كما هو ظاهر لا تتمتع بحضور قوي في مؤسسات الدولة، وهو ما كانت تحتاجه لحماية التحول الديمقراطي وحماية نفسها، لكنها لم تفعله مرتكنة إلى برغماتية مفرطة هي أبعد ما تكون عن الواقعية السياسية. يمكن وصف برغماتية كثير من الإسلاميين بالفهلوة السياسية التي لا تلاحظ موقع التكتيك في خدمة الاستراتيجية ولا أهمية الإنجازات الراهنة بالنسبة للأهداف البعيدة، فيصير بذلك التكتيك هو الاستراتيجية، وتجاوز عقبات الراهن اليومي هو الهدف النهائي. ومن ثم لا يصير مستغرباً أن ترتكز النهضة إلى تحالفات تكتيكية تخدمها في الراهن لكنها لا تخدمها في المآلات، ثم لا يصير مستغرباً غياب الحس النقدي عند كثير من الإسلاميين المراقبين الذين يبجلون تجربة التونسية ومن قبلها المغربية لمجرد طول أمد الراهن دون الفحص عن المنجز السياسي الحقيقي. المأمول الأكبر هو الاستفادة من هذه التجربة بإعادة قراءة الإسلاميين لتجاربهم السياسية، بالتخلص من آخر الأوهام المتحورة حول تقديس شكلية الإنجاز على حساب الهدف والبرامج الجدية المتمايزة. وفي خبرنا اليوم، إسباني يحول مرآب منزله إلى مدرسة لتعليم المهاجرين لغة بلاده. مع اجتهاد سلطات جزر الكناري الإسبانية لاستيعاب الزيادة الحادة في أعداد المهاجرين الذين يصلون شواطئها بلا وثائق، حول أحد سكان الجزر مرآب منزله إلى ما يشبه مدرسة لتعليم القادمين الجدد اللغة الإسبانية. وتقول وزارة الداخلية الإسبانية إن 7260 مهاجراً حطوا رحالهم في جزر الكناري على المحيط الأطلسي بعد أن قطعوا رحلة بحرية طويلة محفوفة بالمخاطر بين يناير كانون الثاني ومنتصف يوليو تموز، مقارنة مع 2800 في الفترة ذاتها العام الماضي. واستلهم الإسباني تيتو مارتن المقيم في لاس بالماس دي جران كاناريا فكرة مدرسة اللغات المتنقلة بعد أن أدرك جيدا أنه ليس هناك موارد كافية للعدد المتنامي من المهاجرين الذين يصلون المنطقة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.